محترم سادة أعضاء المجالس، أعضاء مجلس الإقليمي للدريوش، تشكر غطس الرئيس النخ في المبادرة الثانية بيسموني إذا كاع وعشية والتانيين طبيعة الحال شغالي شهادات في المجلس الإقليمي للدريوش هو متأسس وغاد إسهامات جد مهمة وخاصة ديال القطاعات مهمة وهيكلية خاصة مرن السور التعليم وما هو التربوي بصفة عامة. المجلس الإقليمي ومنذ تأسيسه تغاسج المساهمة قيمة فيما يخص النقل المدرسي وكذلك الدعم من دور الطالبات ودور الطالب. ثاني تغاسج المبادرة خاصة مرن القطاع يتسلج النقص على المستوى الوطني ككل. طبعا مداخلة نغنيت جيد قيمة كذلك في قطاع الصحة تنتج القطاع جيد مهم تحتمس العنصر طبيعة الحال العنصر البشري جاب المحور للتنمية بصفة عامة وتوا يمكن نمر الإسهام ديال المجلس الإقليمي لكيجي التغطية شاملة على جميع التراب الإقليمي الدريوش. السيد الرئيس المحترم المساهمة منش كذلك نهارا هي اللي تطاس ونفرح صاد المشاريع نشيد ستار ربما ان شاء الله للمستقبل القريب جدا وهو العمل التشاركي خصو نزوارو ان شاء الله نتمنى غنغفيري يعني محطه يسمونا مرة الجماعات غنغفيري مثلا السوق الجمرت كذلك يسمونا الجماعات مره النوت كذلك من الجامعه وجات برمج ان شاء الله نشين كاعضاء ان شاء الله المجالس على خفاف قدام دائما للمساعده وجرفة ثاني قادرة تجد دورة أخرى وخا للمدار الحضاري شي غنغلو المدار الحضاري 100% شي حضاري قال غير في أمس الحاجة بجرفة باش نجلس نخدم وخا خاصة مدينة دروش غتجي شليمي غزران دائما غنغيج الإشكال ديال التنقية نسد ولا نسد تبارك وعشية الزوالي على المبادرة السيد الرئيس ونتمنى التوفيق إن شاء الله والنجاح المجلس.